انا معايا سعاده اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزاره الداخليه. سعاده اللواء مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ محمود وتحياتي للدكتور ياسر. اهلا بحضرتك. هل لديكم اي انتقادات او مآخذ على ما نشر او ما وصلكم من التقرير؟ لا، هو طبعا التقرير يعني بذل فيه مجهود جيد جدا الحقيقه. مجهود كبير بشكل عام، لكن طبعا التقرير اغفل الكثير الحقيقه. يعني اخفى الامور. انا بتكلم على الامور الموثقه بالصور واللي كل والعالم كله شامس وكله شافها على شاشات التلفزيون، اللي بتثبت بالدليل الدامغ كذب ادعاءات جماعه الاخوان. يعني الصور الموثقه بالكفن اللي بيتحرك، القتلى اللي هم متكفنين وفي كفن منهم بيتحرك. الصور الموثقه بان واحد ميت وبيحط رجل على رجل وهو ميت. الصور الموثقة وهم بيمثلوا ان هم بيتم الاعتداء عليهم من قبل رجال الشرطة. الصور دي جت على شاشات التلفزيون وكان يجب ان يتضمنها الدليل، لانها بتثبت كذب ادعاءات والدليل دامغ على كذب جماعة الاخوان. ايضا اغفل التقرير ايضا جريمة كرداسة. اغفل اللي كانوا على كوبري اكتوبر مسلحين بأسلحة آلية وقتلوا مواطنين ابرياء واقفين في شرفات منازلهم بيتابعوا الموقف. اغفل العربيه المدرعه اللي اترمت من فوق كوبري اكتوبر بالجنود. يعني في حوادث اغفلتها، وفي نفس الوقت التقرير تحدث بواقعيه شديده جدا على انه طبعا اكد على انه اعتصام مسلح، اكد على ان هذه الاعتصامات كانت بتحتجز مواطنين ابرياء، اكد هذه الاعتصامات كانت بتقوم بتعذيب مواطنين ابرياء وتقتل مواطنين ابرياء، اكد ان كان هناك عناصر خطره مسلحه استخدمت مواطنين ابرياء كدروع بشريه. أكد أمر مهم جدا أن الشرطة لم تبادر بإطلاق النيران إلا بعد استشهاد عدد من عناصرها في الصباح الباكر في رابعة العدوية. أيضا بالنسبة لما أثاره التقرير بخصوص أن ما كانش فيه إنذار مبكر للمواطنين المعتصمين في هذه الميادين. لا، كان فيه إنذار مبكر بالصوت والصورة وبيانات موثقة من يوم 1/8. طلعت كمتحدث رسمي، تحدثت في بيان وجهت انذار للمعتصمين يوم 1/8، وجهت انذار اخر وفي حوار اخر وناشدتهم يوم 3/8، ثم كان هناك طائرات هليكوبتر كانت بتطلق اوراق على عليهم بتتحدث معهم وبتتعامل معهم وتنصحهم بالاخلاء. وايضا كان مكبرات صوت الكلام ده من 1/8 حتى 14/8. ويمكن الاسبوع الاخير قبل 14/8 حضرتك في محمود وتابعنا والدكتور ياسر كان متابع، كان من خطه التمويل ان احنا كل يوم نقول هنفض بكره الصبح، هنفض بكره الصبح، والناس كلها مستنيه الفض في اي وقت. ده في حد ذاته كان عباره عن انذار ان هم ياخدوا بالهم يبقوا يتركوا الميدان. واعلنا عن الممر الامن بشكل كامل، ممر طريق النصر بشكل كامل كان ممر امن. لكن التقرير بمجمله يعني في مجهود كبير، مثل هذه التقارير بتبقى تقارير استرشاديه احنا كداخليه الحقيقه بنتعامل معاها بشكل جاد جدا، وعندنا قطاع حقوق الانسان بيتعامل على شكل. وصلكم نسخه كامله من التقرير ساعة اللواء؟ طبعا قطاع حقوق الانسان بيتواصل مع كل جمعيات حقوق الانسان. وبالتقرير دي بنتعامل معها بجديه كامله. طب لما طلبوا مساعدتكم اثناء اعداده ساعدتوهم؟ طبعا، وهم اشاروا لكده، قالوا وزاره الداخليه من المؤسسات اللي ساعدتنا في البيانات اللي هي طلبتها. انا بشكرك ساعة اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزاره الداخليه، شكرا جزيلا يا فندم.